مياه نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أمير من قناة جيمينج وذ أمير. رجعتكم اليوم في فيديو جديد من سلسلة. اليوم راح نلعب في كلاش رويال في هذا التحدي اللي هو تدريب الأشقياء. يعني أنا حبيت إني أنزلكم عنه فيديو وأوريكم هذه الاستراتيجية الجميلة جدا. عارف إنه يعني التحدي نزل اليوم، وراح أنا يمكن ينزل هو في الليل، راح تشوفون يمكن الفيديو في منتصف الليل أو بتوقع، ما بعرف متى بينزل الفيديو. بس المهم هذه التشكيلة اللي ما لعب التحدي هذا الآن يستخدم تشكيلة جدا جميلة، تشكيلة قوية جدا. خلينا ما في عنا شيء، ما في شيء. أنا عشر جواهر، وشوف يا بالمناسبة معي 70,000 جولد، بستنى لسه ضايل 30,000 جولد عشان أحوش 100,000 جولد وعشان أطور الزاب ماكس. ما باقي له شيء، باقي له 500 بطاقة وبنقدر نطور الزاب ماكس اللي راح تكون أول بطاقة ماكس. فيلا نبدأ الجيم الأول. أنا صراحة لما تبدأ اللعب أوعى تبدأها بمكان واحد، وزع البطاقات مو وزع، يعني ما تلعب على جهة واحدة. راح ألعب طبعا هيك عشان ما يضرب ولا قنبلة على الأشك. آخ أخرت كثير. ويلا الجدع عشان نقتل الساحرة. باتس على الماسكتير عشان يقتلوها، وحلو تمام لحد الآن. تشكيلة هي تبين في الكثير السريع انك تضغط الخصم ضغط خرافي. فيلا رويال جاينت راح ننزل كانون كارد. خلينا نقتل من البداية هذا الرويال جاينت. اضطر انزل بويزن. حلو. صدينا الهجمة بضربة رويال جاين فقط. يعني صراحة تصدي كان حلو. انا كانت حركتي بالاشقياء كانت موفقة، لاني لازم تقتله من البداية لانه مزعج جدا الرويال جاينت. اذا بيضرب 3 ضربات 4 ضربات راح 600 500 البرج، يعني راح طار كل البرج. الخصم زي ما بتشوفه متحمس كثير، بيضغط البطاقات ما تهجم فيها. حلو كانوا بس توصل على البرج خلاص. تمام. ما انها وصلت على البرج الان حانوت الكريفيارد مع الاشقياء الحركة اللي تدوي، لانه تانك هذا يعتبر الشقي الكبير يعتبر تانك. فزي ما بتشوفوا الخصم استسلم وبجوزه قطع عنده النت. المهم ان فزنا 3 جيم. زي ما بتشوفوا تشكيلة قوية جدا. كان الخصم رويال جاينت شفتوا كيف ضغطنا ضغطة قوية وقدرنا نصدها فقط. يعني هو بس ضرب ضربة من اللهم صل على محمد رويال جاينت. يلا ننزل هيك خلينا ندعم هذه بالبيت. ما يجي من المدهان. خلينا البويز. حلو. خلنا يعني دمج بسيط، يعني تقريبا 500 من قدام البرج. كل
كوليكتر وفوق عثريم ماس كتير. تشكيلته بتكون مستحيل جولم قريب عثريم ماس كتير. يلا راح يضرب سلاش دامج، راح يقضي على هذا الورا الشقي. لا والله بيكا كده خصم بيكا عادي ما يخوف البيكا، لان تشكيلتنا زي ما قلت لكم قوية. ميجا منيون اضطر ننزل لوغان مع رويال جوست. ننزل باتس زي ما شفتوا ما ضرب ما لمس ولا لمس للبرج، فهجمته هجم هجمة قوية كثير. البرج ما لمسوش زي ما قلت لكم تشكيل قوي، التشكيل اللي احنا فيها. خلينا ننزل كريف يارد مع بويزن عشان نقضي على الكوليكتر كثير. ما بدي اجمع كثير عشان اذا بجمع كثير بقدر يجمع علينا هجمة قوية. خلينا ننزل هذا وننزل اشقياء في مكان واحد، مضطرين لانه بلش الخصم يضغط ضغط قوي جدا. فيلا رويال جوست مع بات، زي ما بتشوفون الخصم مو قادر يتنفس في الهجوم، يعني بنضغط ضغط قوي نحنا والخصم ما بيطلع يعمل ما بيقدر يعمل اي شيء. هاي لوج وجي جي وبليد وفوز الجيم الاول. شفتوا كيف قد ما يضغط الخصم تصده ببساطة كبيرة، يعني هجم بيك الكتروزر برينز دارك برينز على الفاضي ما فاد ولا اشي مع الاشقياء كمان. انا تشكيلتي اقوى من تشكيلتي. نشوف كم كؤوس الخصم، شوف المتحدي واحد على كؤوس له 4094، يعني خصم كان مو سهل. يعني خلينا نلعب الجيم الاخير بتوقع الكبل الاخير كبل الاخير. خلينا نلعب كمان جيم لانه الدنيا رمضان وما في شيء، يعني لازم نتسلى في التصوير. ما في شيء عندي غير استاي في التصوير، وكمان يعني برضو بتسلى غير في التصوير في المونتاج وهيك قصص، يعني انه رمضان صراحة انا من احلى ايام عندي ايام رمضان، احلى الف مرة من ايام العيد. لكن الصيام صعب عن جد صعب، فانا قاعد بصور الان بعد الظهر، يعني لسه ما اذن العصر، يعني انا بصور الصبح مو في الليل، يعني ما بصور في الليل انا. يلا خلينا ننزل اشقياء يلا خلينا ننزل ان كانون كارد. يا رب ما تموت هذه، حلو هل ما بتموت هذه ما ضرب روكيت على ميجا مينيون. لا حلو يلا هذه المهم ما ماتت، المهم ما ماتت الان من لبك بالكريف يارد لانه صرف كسير كثير. الكانون كارد الان حلو، البرج ملتي بالكانون كارد ما راح ناخذ دمج، لكن راح نصرفه اكسير كثير للخصم عشان ما يقدر يهجم علينا هجوم قوي. لكن مع هاي خدنا تقريبا 500 من دم البرج. خلينا ننزل بات، بس بده ضربي ما اعرف ما ضرب. يلا خلينا ننزله لانه عنده ميجا نايت هو، والميجا نايت يقضي الميجا نايت يقضي عليهم اذا بنجمعهم، بيكون فكرة سيئة لكن عادي ما يخوف ما تخوف تشكيلته. تشكيلتنا لا تقهر. ننزل اوزعهم نص هيك، وبنزل ميجا مينيون
بنزل لوج، نزل رويال جوست بات بدل خصم يضغط، لكن على الفاضي كل ضغطه ما راح يفيده. يعني صراحة لعبة حلوة كانت، بس بدي ضرب سكيلتونز صغيرة. خلص فزنا. دارس درا الجوست بات النقيضة حكتنا وسام، شفت هجم ثلاث هجمات صارت، كل هجمات سهلة وخصم يضغط ضغط خرافي، لكن نحن نفوز بسهولة كبيرة. يعني الخصم ضغط علينا الكابل بيكا برينس دارك برينس شوي. والله نسيت انا الخصم الاول، الخصم الاول كانت رويال جايلت. يلا خلينا نروح للهجمة الاخيرة، الهجمة الاخيرة في الفيديو. يا رب ننهي الفيديو باربع انتصارات سهلات، ما ننصر بصعوبة او حتى ما نخسر. تعادل مستحيل، مستحيل تعادل، لانه في 3 دقائق زيادة مهل حاسب، صعب التعادل. رويال جوست خلينا نبدا. راح ننزل لوج الان عشان نقضي على هذول الضروب المزعجات. نازل باتس، راح ننزل باتس، ما بدي ميجا من تموت. تشكيلته سهل التصدي لحد الان، غب الخصم صراحة، ما ماتت الميجا مني. ننزل بولر، الخصم صرف كسير كثير، فيلا يعطيك الف الف عافية. راح برجك يا معلم، اما راح برجك يعني راح دمج خرافي. الميجا منيون نزل عنده تورنيدو، لو كنت منزل انا الكريفير كان اخذ في البرج، لكن خلاص الدمج انا رضيان فيه. حتى عند استراتيجيات الجولم كنت بتمنى من الاربع هجمات ان نشوف هجمة جولم خصم، كان بوريكم كيف تصدون الجولم بسهولة كبيرة 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 حتى بدون ما يلمس البورد. كان بده يشوف بس خلاص. شفنا ضد ميجا نايت، ضد رويال جاينت، ضد بيكا، كلهم سهلين التصدي. فحتى في السيرش يعني في الهجمات الاونلاين اللي هي في المعارك العادية بالساحات تنفع هاد الاستراتيجية، لكن بدك يكون فيها مستويات طاقاتك عالي ومرتفعة. ليش عالي؟ يعني مثلا مثل الباتس اكل شي 12، الاشقياء بدك برضه يكونوا مستوياتهم 12، العادي يكون اكل شي 12، عرفت؟ ما لازم تكون عندك مستوى 6، يعني لازم يكون عندك مستويات عالية عشان تقدر تصد البطاقات عند الخصم اللي عند خصمك بسهولة كبيرة وبدون ما تعاني ابدا. في الاشقياء هنا او ما بعرف شو اسمهم بالانجليزي، خلينا ننزل باتس. في ثنتين باتس يعني نجن من البويزن، لان هسه ماتن ما راح نكلك من الكريفيارد. فما هذا راح ننزل كريفيارد وبويزن للبات عشان يموتوا، ويلا الفوز الثالث إلنا. حلو حلو حلو. اوه كل هذول فيديوهات، كل هذول فيديوهات لساتنا ما نسجل. نعم ما نسجل. حلو انتصار سهل كالعادة. شوف طالع متحدي الثاني على كوز اسم، شفتوا كيف تشكيل يعني ضد خصوم مستوياتهم عالية ويعني مصلين كثير ونقدر نفوز عليهم. فيلا بهيك نكون.